أيضا من الخليل ينضم إلينا دكتور بلال الشبكي أستاذ العلوم السياسية. دكتور بلال مرحبا بك، بأي أفق تراها وفق هذا المشهد المتصاعد والروح التي ينظر إليها على أنها انتقامية بدرجة كبيرة في الرد الإسرائيلي العنيف؟ من الواضح جدا أن الحكومة الإسرائيلية ترد بطريقة العصابات وبمنطقة الثأر والأمر ليس بمنطق دول، وهذا يعني أنها لا تتصرف الآن وفقا لأهداف عسكرية ولا لرؤية أمنية ولا غايات سياسية. كل ما يحكمها هو الانتقام لتغذية يعني أولا الحكومة اليمينية المتطرفة ولإشباع يعني تعطش الجمهور الإسرائيلي الآن لضرورة أن يكون هناك رد. نحن نتحدث عن جمهور إسرائيلي عريض بدأ يعني ينحاز بشكل كبير جدا إلى اليمين، وأنتم تعلمون أنه في مثل هذه الأجواء أجواء الحروب عادة ما تسود الخطابات الشعبوية ويلتف الناس حول الخطابات المتعالية عن الآخرين. الحجم القصف والدمار الذي يعني أحدثته السلطات الإسرائيلية في قطاع غزة يشير إلى أنهم يعني الآن لا يسيرون بالضرورة وفقا لمصلحة الإسرائيلي، لأنه في مواجهات سابقة يعني سبقت مع قطاع غزة أو مع غيرها كانت دائما المؤسسة الأمنية والعسكرية تدرك أنه كلما كانت يعني مستويات الدمار أعلى وكلما كانت كثافة النيران أكبر كلما يعني تهيأت المنطقة إلى تغييرات جوهرية قد تضر صالح إسرائيل في مراحل لاحقة. بمعنى استمرار مثل هذه الهجمات على قطاع غزة قد يعني بشكل أو بآخر تفعيل جبهات أخرى من بينها الضفة الغربية ومنطقة جنوب لبنان، بالإضافة إلى إشكالية حتى أن يكون هناك تحرك على المستوى الشعبي 48، وهذه أمور ليست لمصلحة إسرائيل على المدى الاستراتيجي، لكن يبدو أن الحكومة الإسرائيلية الآن تنساق وراء يعني نخبتها اليمينية المتطرفة. صحيح. طيب دكتور بلال، على ذكر هذه الانسياقات وراء القادة المتطرفين في داخل هذه الحكومة، منذ قليل يعني قالت لنا مراسلتنا في القدس أن هناك بالفعل إجراءات عسكرية وقرارات سيتم حسمها، وبعد قليل يمكن ستكون هناك كلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ما المتوقع في الساعات القادمة دكتور بلال في رأيك، إذا ما أخذنا في الاعتبار هذه الإجراءات الانتقامية العشوائية التي تتخذها سلطات الاحتلال؟ برأيي ستستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مزيد من الضربات، لكن سيتم الأخذ بعين الاعتبار تصريحات أبو عبيدة الأخيرة ليس من قبيل أنها يعني أن إسرائيل سترضخ لمثل هذه التهديدات بقدر أنها ستأخذها على محمل الجد، وربما ستتدخل يعني أطراف إقليمية في هذه المرحلة وفقا لهذه التصريحات لمحاولة يعني خفض يعني وتيرة التصعيد، بمعنى أن التصعيد سيبقى قائم. لكن تقصد أي التصريحات لأبو عبيدة، المتعلقة بالرهائن أم المتعلقة بماذا؟ المتعلقة نعم بالأسرى الموجودين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، لأنه يعني أنتم تعلمون أن المقاومة الفلسطينية هي الأحرص على حياة هؤلاء الأسرى حتى تتمكن من المفاوضة واستخدامهم يعني كورقة ضغط من أجل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين. لكن كان من الواضح جدا خلال عمليات القصف أن الاحتلال الإسرائيلي هو غير معني. وضحت. أشكرك دكتور بلال الشبكي أستاذ العلوم السياسية من الخليل، شكرا جزيلا لك.